بقى احكي بالمشرمحي وبلا تلميح. من الاخير؟ ايه من الاخير. هاي البنت مطولة زيارتها عندك؟ قصدك نور؟ ايه نور رحمة. بنت ما بتعرفيها ولا بتعرفي شي عنها. ما منتي لها وحاططيها ببيتك. انا بعرف انها مذيعة وقصدها جبل بخدمة ويقبر قلبي عم يخدمها. دخلك بشو قصدته؟ شو بيعرفني؟ جبل تربيتي وما له حركات لشك فيه. اختي بنت ما بتعرفي ماضيها من حاضرها. ما بتخافي يجيك وجع راس انت ولادك من وراها؟ انت بتعرف شي عنا ومخبي علي؟ البنت حلوة ومو سهلة ومبين انه لاحظت له عقله لابنك، والحفرة كل مالها عم تغمق من تحته ومانو شايفها. طيب هي شو خاصة؟ اختي انا بعرفك ذكية، انت امه بتموني عليه. خليني امشي. افطار قبل ما تتيسر. لا اختي لا، خليني امشي. خير؟ كله خير. شبك؟ ولا شيء. شو كان بده؟ زيارة عادية. بس كأنه كتران زياراته اليومين. هذا خاله وجاي على بيت أخته. إيه؟ الصدر إله وما حكينا شيء. بس يعني مشان نحسب حسابنا لقدام نملك قلابية يتفرفد فيها بس يجي. جبا أنت شو مشكلتك معه؟ إنه خالي. يلا حبيبي بردت قهوتك. ما بدي، ما جاي على بالي، اشربها لوحدك. الله يوفقك بس تخلص شاهين. ليف الدولة منيح وغسل الفناجين. والغبرة كمان بدها مسح. ولا تأخر اليوم بالرجعة مشان تطبق الطبخة. وفي الغسيلات بالحمام. خير منى، فيكي شيء؟ أنا حامل. الحمد لله كل شيء صار على خير. تسلم ايدك. اهلي وسهلي. بتريدي شيء مدام؟ جهز الترويق. حاضر مدام. جديدة؟ بتعرفي اني ما كنت حب فوت غريبي على بيتي. بس هلا غازي صار كبير الهيبة، له مركزه وهيبته، ومعارفني كتار، والمسؤوليات كترت. ايه معك حق. دخلك ما بين معكم ايمتى بتجهز العروس؟ عم بيقول ابوهي على العيد ان شاء الله. منيح، ما بقي شيء. رمضان على البواب. كل عام وانت بخير. وانت بخير. هيدا عمر حساس. نحن سرقتنا الدنيا. أولادنا يلي كانوا مبارح عم بيلعبوا صاروا شب وصبية، ويبدو إنه لازم نستوعبهم ونحترم رأيهم. ماجد رجال ما بينخاف عليه. برافو إنك قدرتي تتجاوزي هالموضوع. كنت عتلان همك. بكفي رايح يدرس، على القليل بأمن مستقبله، ما بضيع حياته بقصص ما إلها طعمة. طيب انا صار لازم امشي. عندك شي بكره الظهر على الغدا؟ ما بعرف. خير؟ جرب ما تعطي موعد لانه جاي حدا يحكي ببنتك. اوف، عريس للينا؟ اي متى؟ من وين بيعرفوا بعض؟ اللي بعرفه انه معه بالجامعه وطالب يشوفك، بده يطلبها منك بشكل رسمي. طيب ما بدنا نعرف مين هالزلمه، اصله فصله، ما لازم اتحرى عنه. تحرى؟ معلش خلي هالخبريات لشغلك.
ما بدنا نعقد البنت. بعدين انت شو خسران؟ قابله عود انت وياه وبعدين عمول اللي بدك اياه. ان شاء الله خير. شو في؟ شبكوا نجمتو؟ شو بدك ياني ساوي؟ إذا جبتي ولد رح يكون اسم ستو ناهد وستو التاني هناء. شو بدك يعني أعمل لك أرقص لك يعني؟ طولي بالك أمي، ما بيجوز الحكي. ريتو إن شاء الله ألف مبروك، بس معلش ما تواخذيني وربي في براسي ألف شغلة. الله يبارك فيك أخي، مخلي لنا ياك. حبيبتي أنا كثير انبسطت لك، إن شاء الله بتقوموا بالسلامة أنت والبيبي. الله يسلمك. هذا اليوم اللي كنت أكله هم، إذا جبتي بنت رح يسميها هناء على اسم أمه، ما في كلام. وإذا صبي رح يسميها على اسم أبوه. يعني أنا حفيدي غازي الصغير. يا سلام، أنا ناهد عمران حفيدي غازي شيخ الجبل. معلم، المختار وأبو عيسى وصلوا وعايزينك ضروري. خليهم يفوتوا، صاروا بالمضافة. طيب. كرمال الله روق. حكيت معه؟ قال لك أي متى جاي؟ هلا صار وقته، تفضلوا عودوا اهدى. بعطوا لنا اثنين قهوة. أنا اليوم بدي أفهم من زيدان شو آخرة القصة. الأمور ماشية تمام أستاذنا. الولد بلش يختنق واللقمة وصلت للتم. جبل بده يختنق؟ ما سمعت بدينتك. الزلمة عايش بالعسل وأنا دمي راح ينشف. مشكلتك كبيرة وبدأ وقت وما فينا بين يوم وليلة نحلها. بلا فينا، صبري الحدود، وإذا خلص أنا بلحظة بولع الهيبة باللي فيها. العالم اختنقت يا جبل، أنا مختار الهيبة وأنت كبيرة، ولو ما عرفين أن الوضع واصل لهون ما كنت جيت لعندك وخبرتك. كل الخلق بتعرف انه عمي كبير الهيبه بعد ابي الله يرحمه، بقى باي حق بدي اسحبه للبساط من تحت عمي؟ ها، بحق المظلومين والجوعانين. بقول لك كم عيل ما فات لعندهم لحمه من الاسابيع. بقول لك كم ختيار رح يموت لانه خلصت الادويه عنده. بقول لك كم صبي من هودي الصغار رح يموت وعم يشربوا مي وسكر بدل الحليب. ولما عمي نزل خطب بهالعالم اللي عم تحكي عنه ليش ضلوا ساكتين؟ من لما عمي طلع من السجن الناس بايعته ونسيوا مين جبل ونسيوا بمين بيكون. هذا مش حكي يا جبل، انت اكتر واحد بتعرف غازي. العالم سكتت عنه لتخلص من شره وما يلحق اذى منه من جميعته. ايه، وشو المطلوب هلا؟ ليك يا جبل، من الاخر موضوع بايدك انت. كلنا بنعرف انه من وقت ما فاتت هالبنت على الهيبه تغيرت القصص كلها. هلا ما كل شغله نلزقها بالمخلوقه. لك يا ابني، كل العالم عم تحكي برا بهالقصه، القصه ما بقت سر، وهاللتلتي ما حلوه لا الك ولا الها. وشو المطلوب هلا؟ ارميها للمخلوقه بعد ما صارت بحمايتي؟ ما حدا قال هيك، انت عملت اللي عليك، كمل معروفك معها وحطها برات الهيبه، برات لبنان، حطها بشي مطرح، كمان الناس مش مجبوره يعني تموت كرمالها. الجوع كافر
down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. حليب بالكيك كله عند ام علي تحلاي عادي. انا شعلت لكم الفرن، يلا اعطوني لحطه. لا لا بدنا 5 دقائق لحتى يحمى قبل. لكن خليكم انتم بشغلكم وانا رايحه اكفي الغسيلات. فكرتك ما بتعرفي شيء بالمطبخ. هلا انا ما بعرف اطبخ، عاده بيطلع اكلي مالح، بس كثير بعرف اعمل سويت. كتير حلو، معناتها بكره انت بتعلميني شغل الحلو وانا بعلمك شغل الطبخ. ولك تكرم عينك. فيني اسالك سؤال؟ اكيد، بس وعديني انه هذا الحديث يضل بيناتنا. بوعدك. بتعرفي انا ما الي حدا، واكيد هذا الحديث ما في احكي مع حدا بالبيت، بس انت قولي مروه خلصيني. هلا فيها الوحده تحب اثنين؟ بقصد يعني تحب مرتين كمان. ما فهمت يعني. لنفرض فرضا ها انه كان في وحده بتحب واحد وافترقوا لسبب، فيها هاي الوحدة ترجع تلتقي بشخص ويرجع يدق قلبه وتحبه؟ لا، هيدا الموضوع بده قعدة. تفضلي ست مروة، حطي الكيك بالفرن والحقيني. لك ما أحلاك هون يا زلمة. والله العظيم واحد ما له نافع الشغل من دونه. شغل شو يا رجل؟ بشرفي يبست جنابي من القعدة بالبيت. شو بدي اقول لك؟ معك حق. الله يعين خوك جابي المال وقلب ينزل يتطلع برجاله. مرحبا شباب. خال فشي. هلا بشهين، فوت شرب شاي فوت. صاخر. أنا ما صدقت خلصت من اللي راح، ما ترجع تفتح لي شق انغام وزحل. شو بك؟ شو حكينا؟ عم تعلمني عليك يا ابن عمي؟ والله يا شاهين اللي عم يصير تقيل علينا كلنا. واني اول واحد فيكم. ابن عمي حط عينك بعيني. انت وخوك بتعرفوا كثير منيح انه اني ما الي علاقه بشيء. شو؟ بتعرفوا ولا لا؟ الله يفرج عنا وعنك. انت هلا المهم تدير بالك على منى وعلى صغير. والف مبروك يا ابن عمي. مبروك يا خال. هايك من الاول هايك.
ايه امي، اعمل لك كاسه زهورات تروق دمك فيها. انا فاهمين عليك كتير منيح. هيدا الموضوع معقد شوي بس بيرجع اليك انت، ومن الاخر القصه بينك وبين قلبك. ما بعرف شو بدي اقول لك. تصدقي احيانا بقول نيالة اللي بتقدر تتجوز هيك بشكل عادي بدون ما تحب، بتقدر تعيش بشكل طبيعي مثل كل الناس، يمكن بترتاح اكثر. شو هالحكي مروه؟ رح تخليني ازعل منك؟ ومين قايل لك انه كل الناس عايشين بلا حب؟ ليك ام علي بتموت على الارض يلي بيمشي عليها جوزها. هي هيك قالت لك؟ مش ضروري تقول. ومنى وشاهين كمان، وشوف الصخر شو صاير فيه. وعلى فكرة انت كمان مبين عليك. انا؟ لا لا ما في هيك شيء. بصراحة انت اللي مبين عليكي وكتير كمان. هي؟ يا لطيف شو قوية، هلا عم نحكي عني ولا عني؟ طيب آخر سؤال. هلا انت شو مستعدة تعملي كرمال الشخص اللي بتحبيه؟ كل شيء. بدي احكي معك كلمتين. يي نسيت الكيك، يلا نازلة شوفه. تفضلي. خير؟ قلقتيني. لك ان شاء الله الف مبروك يا عريس، ولك هانت وحياتك، لاعمل لك احلى زفه، والله ولخلي العيد عيدين. والله انا انفقست، كان بدي اتجوز قبل رمضان. شكلك مستعجل. لك هذا التاني وين راح راسه؟ لا انا ما بدي القصة تعس وتتاخر، بدي اضمن هالجائزة ويصير سهر المعلم غازي قبل ما يصير شيء. ما بيصير الا الخير يا خيي. إذا المعلم راضيان أنت شو بدك؟ شو بدي؟ العروس ما بعرف شو عم بصير معه. شو يابا؟ عم يطلع لنا كاس شاي؟ لخلدون؟ يا شباب طلع خلدون من الحبس. أهلا أختي. على السلامة. مع السلامة. يا تركت الحبس بأمانتك، كيف تطلع؟ ما عادش بياخد محلك يا معلم. شو هربت؟ لا والله اخنا سبيل، يوم بيوم لقيت حالي برا. اي برا؟ شغلك ناطرك هون. اليوم روح ارتاح، وبكره من طلوع الضو بتجي والشباب يفهموك كل شيء. اهلا بخلدون. اهلا بخلدون. اهلا بخلدون. ابني وبعرفه كل الوقت كان عم يحاول يلم القصة لحتى ما يحسس اهل البيت بالشيء اللي عم يصير برا، بس ما عاد يقدر يضل متخبي ورا اصبعته. مايك حق، حسيت بهيك شيء. القصة واضحة لك بنتي، القصة واضحة كتير، وانت فاهمة بنت حلال ومرباية وما بدك مين يقلك. جبل من طول عمره حامل هم الهيبة والناس يلي فيها على كتافه، ما في ولد جوعان ولا عائلة انكسرت ولا مريض معتاس، وهالشي كان يعمله من ايام المرحوم ابوه. لوقت ما جيت أنا وجبت معي مشاكلي. ما تزعلي مني، الله يرضى عليك. لشهد الله علي إني حبيتك وفتي لقلبي وبعدك واحدة من أولادي، بس كمان أنا ما فيني شوف ابني عم يتكسر وما أحكي، ما فيني أترك يلي بيسوى
ويلي ما بيسوى عم يناشب لحمه. جبل عم يدور والكل متكاترين عليه، الكل. من الآخر أنا شو مطلوب مني؟ أنا شايفة قديش أنتم متفاهمين ولايقين لبعض، وكانون عيني أفرح فيكم، بس المكتوب على الجبين بدها تقرأ العين. أنا ابني رجال شهم جبار، وقد ما كان بيحبك قد ما كان بيحبك، بس كرمال الناس اللي حواليه بيقدر يقسي قلبه بيشد على حاله. خلص اوكي، فهمت عليك يا نور. اذا بتحبي لجبل عن جد لحقيه قبل ما يخسر كل شي عمره. كملي حياتك بعيد عنه واتركيه بحاله ليرجع يوقف على رجليه. كيف كيف؟ وأنت كان ناوي يخبرني؟ شو أنا قلت لي خلفت؟ المخلوقة بعد حبلي، بعدين أنت شو فارقة معك؟ على أساس هلا نزلة على ساحة الهيبة تزلغطي على هالخبرية؟ ولو كان أنا أمه ولازم أعرف أول وحدي. هلا أنت مكهربة لأنه خبرني قبلك؟ أنا وأنت واحد، بس أكيد ناهد عمران عرفت قبلي وقبلك. حتعملي لي حماية هلا؟ من الأساس أنت وناهد ما لكم خاطر بهالقصة. الشامية وبعرفها هجازي غصب عني وعنها، بس هي بتعرف تستغل كل شيء لصالحها. ايه قومي قومي قومي، حطينا لقمة لناكلها. يا أميني اتركي كل شيء من إيدك وجهزي العشاء. أميني مش لإلي، أميني للغريب. أنا ما طلعت من الحبس لآكل من إيدين الناس. قومي قومي برضاي عليك قومي. لك بكفي بقى بكفي، لمين كل هذا الاكل؟ الك ولابنك نسياني انه احنا صرنا ثلاثه؟ تسلموا ايديك، بس ما لي نفس. ايوه اوعى تحكي هالحكي بناوب حبيبتي. بعدين شوفي انا شو طابخ لك. هاي شرحات بطاطا، بطاطا بالفرن، بطاطا مقليه، مسبحه بطاطا. بس مشان الله بس، صارت نفسي تلعب، ما بدي كل هذا الاكل. انا بدي هاي بس. على الصحة حياتي. على قلبك. يبعت لي حمى أنا. عملته بإيديا وما دقت منه ولا لقمة. مين بعد إنه نفسي حتلقمة بتمه؟ وهلأ شو؟ بدو يسفرها؟ والله ما بعرف. صدق نجاح. جبل تربى قدامي. وعشت عمر معه. اليوم أول يوم شوفه مزعوج مهموم لهالدرجة. ولا دمها.
ابدا موت عندي ولا اشوفك عم تبكي. الله يخليكي. خلاص هذا ظرفنا وهذا اللي صاير. وباقي الاغراض كلها بتنزل بالمستودع، والكاميونات بتاخد الطريق الغربية، والحدود ارضنا صرت تعرفها. ما شاء الله عليك يا قرابتي، شايفك شايل الشغل كله لحالك. اي متى لحقت؟ بعد ما شفت شيء يا عمي. طول بالك لتكمل معه ويتجوز ليصير هو الكل بالكل. ما تزيدها انت وياه، بضل معلم غازي هو كبيرنا. فوقة شو قصة شاهين؟ بعد هلا ما شفته، وينه؟ أنا لا تصبيني ماشية بالإذن. الله معك. ترك الإبريق نحن منصب. قول غير هالحكي جمال، الوقت عم بيمرق بعد ما تغير شيء. صدقني يا نت، بعدين لا تنسى انا وضعي حساس بالعيله وكل حركه محسوبه علي. فاختلفت، بس المعلم زيدان شاد ظهره فيك. ان شاء الله نطلع عند حسن ظنه. بدك تشد همتك لانه انت اكثر واحد رح تستفيد. مثل ما استفاد غازي. ها شو بدك بغازي هلا؟ ما هو العم وانا الخال. هيداك عم بيلعب بالمقصوص، دسم كله عندك. ما بخبي عليك، ثروت بيك وتفائل فيك كثير. هلا على جميع الاحوال، انا باخر مره شفته لجبل حكيت معه اللي فيه النصيب. ومثل ما اني شايف كانه طلعت قربت. رايق؟ بلش تروق. عادي؟ ليش ساكتي؟ في موضوع بدي احكيك فيه وخايفة. خايفة؟ خايفة من شو؟ بكون خايفة مني؟ خايفة عليك. نحن شو حكينا؟ ما قلنا من لما بتحطي اجرك بهالبيت هذا بينسى الخوف خالص؟ لا الله يخليكي بلا، أبحب شوفك متضايقة. الله يرضى عليك. قولي لي شو صاير؟ شو في؟ جبل ما بقى فيني أتحمل. كل يلي عم بيصير أكبر مني ومنك، ولازم نوعى بقى. كملي. ليش عم تطلع فيي هيك؟ كملي. يعني فهمت علي؟ إن شاء الله لا. جمال خلص، أنت عملت اللي عليك وأكتر. وقفتك حدي وكل يلي تحملته كرمالي، مستحيل أنساك لعمري. بس لحدي تهون وبس.
أنا فكرت كثير منيح، أخذت القرار، لازم أحط حد لكل شيء. أنا من بكره لازم فل من هون.